مساء الخير مشاهدي صوت بيروت انترناشونال ومشاهدي بيروت سيتي عبر صفحات فيسبوك. في هذه الأثناء ترجم ارتفاع سعر الدولار وترجم الانهيار مرة جديدة في مشهد اعتاده اللبنانيون، ولكن ساعة صفر عودة التحركات في العاصمة البيروت يمكن القول إنها انطلقت في هذه الأثناء. الطريق هنا على كورنيش المزرعة وعلى بربور مقطوعة بحاويات النفايات، ولكن الجديد هنا هو أن المتظاهرين أو أن الذين تحركوا أقبلوا إلى المحال التجارية وإلى المتاجر وأجبروها على الإغلاق بشكل كامل. أود الإشارة إلى أن المتحركين هنا أو المعتصمين أو الذين قطعوا الطريق في هذه المنطقة هم من أبناء منطقة طريق الجديد وأبناء المناطق المجاورة الأخرى. كان صباحا الدولار قد سجل ارتفاعا وصل إلى 143 ألف ليرة لبنانية، والآن عاد لينخفض إلى نحو 130 ألف ليرة. طبعا الناس مش عم تعرفوا وأصحاب المتاجر مش عم يعرفوا قطع الطريق هنا بالمستوعبات، أيضا أضيف إليه إغلاق المتاجر المحال التجارية، أضيف إليه أيضا إجبار محطات الوقود على الإقفال. سأحاول التحدث مع بعض الموجودين هنا في هذه المنطقة. طبعا أود الإشارة أيضا إلى أن قوى الأمن الداخلي أغلقت الطريق عند التقاطع الذي يتجاوز المحكمة العسكرية نحو بشارة الخوري، وذلك من أجل تحويل السير بشكل يستطيع معه الناس بأن يتوجهوا إلى الوجهات التي يذهبون إليها. سأتحدث مع بعض. مرحبا. العالم ما قادر تطلع بعض على المستشفيات، ما تعمي هونيك ما حدا قادر يطلع، يحسوا بالعالم الدولار لك قد ايه صار هول بلا شرف، هول العالم قد ايه بتضل جوعانه، قد ايه العالم بتضل جوعانه، يحسوا بالشعب ليك الدولار قد ايه معيشه خرا، يلعن شرفهم زلوا العالم للبنه والجبنه ارخص شيء بطل واحد يقدر يجيبها، هول بلا شرف، هول بلا شرف، مستشفيات وعم ما قادر، ادويه ما قادر، يلعن شرفهم، يلعن شرفهم، يلعن شرفهم، شو بلا شرف. يعطيك الف عافيه. كيفك؟ كيف صحتك؟ الاحسن. كيفك حبيبي؟ شو اخبارك اليوم؟ طيب هيدي التحركات عم تصير كل فتره، عم ترجع تروح، اليوم شو المطلوب حتى التحركات هيدي تبقى او حتى تكون فاعله؟ يعني شو اللي بيمنع؟ الشعب، الشعب كله ينزل. يلا كلكم حتحكوا. اللي بدنا اياه احنا يوقفوا الاو ام تي اللي وراها رؤوس كبيره حراميه دجالين منافقين، والبنوك كمان نفس الشيء، ترجحوا الناس، ترمبات البنزين تتسكر، او ام تي تتسكر، تنحل الازمه. تنحل الازمه كيف اذا تسكرت؟ لا ما هن ما هيدي عم بيحاولوا الدولار تستفيد منها يا حاج. لا بلا، الدولارات كلها عم تيجي على الام تي، عم يسحبوها على سوريا. بلا 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 بلا. عرفت شو حبيبي؟ شغله ثانيه، رساله للتجار، رسالة لكل قصدك التحويلات اللي بتجي من المغتربين عم بتضل الناس مخدرة من وراء هيدي التحويلات. صح يا اخي، عم ببعثوا 300 دولار بالشهر، كيفين فيهم؟ 300 دولار 40 وكسختوا الفقير كهرباء. هلا الرجال الكبير والمرأة الخطيارة اللي عم بينطروا جارهم ليعطيهم لقمة أكل، ما بده يدفع مليون ليرة كهرباء؟ خطفوا منها. ايوه رسوم مليون، رسوم ما بده يدفعوها. ربطة الخبز، إذا كل يوم بده ربطة خبز بالشهر مليون ونص ما بده يجيبهم. صح؟ هي وحدة. شهر رمضان هو شهر الخير والبركة على التجار وأصحاب المؤسسات والسوبر ماركت، بهالشهر يوقفوا الربح،
اذا فيكن شرف وفيكن اخلاق يوقفوا الربح هيدا الشهر، والا بتقولوا بلا اخلاق وبلا شرف. يا قليلين الوجدان، هيدا الشهر، هيدا الشهر، هيدا الشهر وقفوا الربح، وقفوا الربح. واحد ببيع بيربح 150، واحد بتروح لعنده ب 120، بتروح على الضاحي بتجيب اللبنه ب 200، طريق جديد ب 300. خافوا الله ولا حيجيكم يوم اسود يا كلاب. يلا تفضل هون، تفضل. شو بتحب تقول؟ لا انا حكينا على الصفحه اكيد تاني. اي اسعار برمضان؟ منش عم نعيد على كل المحطات، اي اسعار برمضان عاليه للخضر للفواكه رح يتكسر محلاتهم. نحن عم نحكي بنطاق طريق جديده، اي محل بده يطلع الاسعار كيف سكرنا الصيدليات حنسكر محلات الخضره ومنتهي. صيدليات لا تسكرين، صيدليات صيدليات كل واحد ببيع سعر، كل واحد سعر، كيلو الحلوم بتروح على كل واحد سعر، كيلو الحلوم ب 200,000 او كيلو الحلوم ب 400. هلا برمضان وليك مدعوم امين عندين اللي دي عمان. لا بحكي ابو علي، ابو علي انا بس بدي اقول لامي هابي ماذر داي. اذا هذه التحركات هنا مستمرة ورسالة واضحة إلى التجار، المطلب هو بأن تغلق شركات تحويل الأموال، لأنه برأيهم أن هذه الشركات هي التي تسبب تخدر الشعب اللبناني وعدم القيام بالتحركات تجاه السلطة. تفضل. هي أنا بس بدي أفهم شغلي، إنه نحن بلبنان لشو كل العالم عم تتعامل بالدولار؟ عشو وين ما تفوت دولار دولار دولار؟ ما المعاشات العالم زبالة، صار أتقى واحد بيقبض 20 مليون ما بيعملوا 150 دولار، مع إنه كان يقبض 600 دولار من قبل اللي هن 900,000. ما نحن الشعب اختنق، خي الشباب اختنقت والعالم اختنقت. الله لا يسامح اللي عمل فينا هيك كلهم. شكرا. إذن التحرك يعني لا يزال محصورا نوعا ما، لم ينضم أناس جدد إلى هذا التحرك. أود الإشارة إلى أن دعوات كثيرة للتحركات في كل المناطق اللبنانية كانت قد وجهت عبر مجموعات الواتساب وعبر وسائل التواصل الاجتماعي في كل المناطق اللبنانية، إلا أن تلبية هذه الدعوات لم تكن على المستوى المتوقع. إذن بالنسبة إلى الصيدليات، كنا قد تواصلنا مع عدد من الصيادلة صباحا وأكدوا للأس بي آي أن وضع الدواء ليس بخير أبدا، وأن دولرة الدواء تجعل أسعار الأدوية جنونية. نقيب صيادلة لبنان جو سلوم الذي كان قد دعا كل النقابات إلى التحرك وإلى تنفيذ الاعتصام المدني، وعقد في مقر نقابة الصيادلة اجتماعا منذ أسبوعين للنقابات المختلفة، توجه بنداء إلى كل اللبنانيين وقال: أمام الموت المحتم للمرضى أجدد الدعوة للنزول إلى الشارع والعصيان المدني إلى حين انتخاب رئيس للبلاد، وإلى حين البدء بخريطة الإنقاذ. وطالب الأحزاب والنقابات والاتحادات وهيئات المجتمع المدني بتحمل مسؤولياتها أمام الوطن والشعب. طبعا كنا قد أجرينا اتصالا هاتفيا أيضا بجو سلوم نقيب صيادلة لبنان، وقال إن هذه الدعوة مكررة لكل من يعنيه الأمر، لكل من يعنيه الأمر.
كيفك؟ كيف صحتك؟ نحن على الهواء. نحن على الهواء. شو بدي اقول يعني هاي التحركات اللي عم تصير وعم ترجع توقف، بتصير بتوقف، شو العوائق برايك لابرز التحركات بانه تضل مستمره؟ هلا اولا نحن اذا بدنا نرجع بالتاريخ ل 30 سنه لسنه 93، هن نفسهم هول الكبار بالعمر ب 93 كانوا شباب، يعني نفس النخوه بنفس الاشخاص. المشكل يا حسين مش بالشعب، بالفاسدين بالحكام، المشكل بالشعب هو نفسه الفاسد. يعني لما فخامة الرئيس السابق ميشيل عون قال شعب طز، نحن مظبوط شعب طز، لانه لو نحن مش شعب طز ما رضينا بهيك كلمة يوم اللي كان برئاسة الجمهورية. اليوم كل شيء عم تشوفه هو مجرد فشة خلق، لانه الناس اختنقت. اليوم في 90% من الشعب اللبناني عايش، وزير الشؤون ما بيعرف يعمل تحقيق اجتماعي، وفي 10% صار معدوم، وفي طبقة كانت وسطى اليوم صارت تحت الفقر. المشكل لازم الشعب يصير عنده انتماء للوطن ويكون عنده وطنية، هون بنقدر نعمل ثورة. أما العورة اللي صارت ب 17-20 اللي كانت موجهة بوجه الرئيس الحريري، كان هدفها معروف شو هو، شو الهدف تاعها. اليوم خلي الناس تعرف قيمة اللي خسروه. الورقة الإصلاحية اللي عرضها الرئيس الحريري من 3 سنين اليوم عم يطالب فيها، كان الهدف شرزمة البلد وتقسيمه وذهابه الى الفدرالي. لا مش كل اللي نزلوا ب 17 تشرين كان عندهم هيدا الهدف، اسمح لي يعني مش الناس، حتى ما يكون منبري لحتى يعني تعمم بشكل بعض الناس، مش يعني منعمم تكرم عينك يعني. حتى الرئيس الحريري انا وعدني شخصيا بانه يحاسب وزرائه، وهذا الامر لم يتم اكثر من ما هو ما قدر يحاسب. يعني هو وعمل لك شخصيا نفسه ما يعني كل وزرائه اللي كانوا هو ما هو استقال نعم، ولكن لم يحاسب احد. هيدي مشي مع صوت الشعب اللي كان بيعتبر حاله مظلوم. طيب هلا ما بدنا نرجع لورا، نحن هلا اليوم طيب نحن اليوم شو ابرز العوائق التي تمنع من حدوث فعلا تحرك حقيقي ضد السلطه الحاكمه في دولة؟ لنصير شعب. نحن لسنا شعب، نحن مجموعه قبائل متناحره، قبائل طائفية. بس نصير شعب عنا انتماء لوطن بنرفع راية الحق. بس طالما نحن طائفيين مذهبيين عنصريين ما منحب بعض وما منرضى الخير لبعض، ما حيصير في ثورة بهالبلد ولا حيصير البلد في إصلاح. طب اليوم شو تقييمك اللي عم بيصير؟ حركة من شباب عندهم نخوة، من شباب ده أو زرعهم بالوضع اللي هن فيه، الضغط اللي عايشينه هيدي الشباب وهي الناس، هن نفسهم عم بقول لك تكرر. هيدا الزلمة ب 93 كان شاب، بعده من 93 لليوم عم بقول عم بناضل لكلمة الحق. بس ولكن في أمثالك كتير، أمثال الناس عفوا اللي قاعدين ببيوتهم بتلاقيهم قاعدين عم بيتفرجوا شو عم بيعملوا، بيقولوا هالزعران ما شايفين انه هادي في خنقة، في وجع، في حرقة. اليوم لما كيلو البصل يصير رقم الدفاع المدني، مين بعد يعني؟ انت اليوم الزيتوني كنت تقول بعيش على الخبز وزيتوني، الخبز ما اصبح شبه متوفر والزيتون معدوم، البصل ب 125 والبندورة ب 200 والبطاطا ب 300، يعني اكلة الفقير ما بقى موجودة. اليوم في ناس فقراء متعففين ببيوتهم مستورين ما بيطلبوا من حدا، هول الناس ما بتطلب من حدا. بالمقابل في ناس تلعب بالمليارات وبالدولارات، واخر هم اللي عم بيصير بالنسبه لهم نحن جماعه مجرد زعران بلطجيه بالشارع او حدا مسيرين. ولكن هول اللي شايفهم اليوم عم يقطعوا الطريق هن اصحاب النخوه، وهول منهم مسيسين ولا عندهم اجنده يديروها، ولا والله طيار يمشي الامور مثل ما بده. هول ناس من حرقه قلبها فقط لا غير. ليش برايك على طول طرابلس الشمال يعني هاي المناطق الاطراف بتنزل على الشارع بشكل تقريبا منظم، بيروت هيدا الخروج منها الى الشارع يعني خجول؟ اول شيء بيروت مدينه، وبيروت تجمع كل الاقطاب، وبيروت فيها من كل الاطياف، واي حركه ببيروت بتادي على محل ممكن يصير فيه تصادم امني مع بعض الجهات. اليوم ما تزعل مني، قلت لك يا نحن لو شعب ما بزعل. لا في ناس ممكن، بس نحن لو شعب كنا تكتفنا. اليوم نحن واقفين على شارع هو يعتبر محور، لو ابن بربور وابن طريق جديد وقفوا بالشارع ما حدا حيلهم تلت تلاتة قدي. ولكن الزعماء الفاسدين السياسيين يلي مراهنين على هيدا الشارع وهيدا الشارع يكونوا بوش بعض، مراهنين انه ما حدا حينزل ويتكاتف. فبس تشير الرهان وتخلع العباءة الحزبية والطائفية عنك وتلبس عباءة وطنية وعباءة حق ووطن مكموع، وطن لا يمتلك أدنى مقومات العدالة الاجتماعية، لا ماء لا غذاء لا دواء لا كهرباء، ما في أي شيء بعيش كريمي. عشان هيك حنقول عبر منبركم لآخر مرة، نطالب الأمم المتحدة باعتبار 3 مليون إنسان يحملون الهوية اللبنانية لاجئين في وطنهم حتى يستطيعوا الحصول على أدنى مقومات العدالة الاجتماعية.
هذا اللي عم نطالبه. ما عنا حل تاني اذا ما الامم المتحده اعتبرت 3 مليون انسان بلبنان يحملون الهويه ودون الرجوع لوزاره الشؤون، لانه القبطات التموين يلي عم يصدرها بطاقه الشؤون صار عم يروحوا باللامبرجيني ياخذوها. اليوم ما في تحقيق اجتماعي لا تقدر توصل، اليوم في الاف الناس بطريقه جديده ما عندها اشتراك وبعدها عايشه على ضو، او جاره بيعطيها لمبه او جاره بيعطيها شمعه. بعدهم بيحكوك فينا قلنا لهم اعملوا الكهرباء مسبق الدفع حتى تقدر تحصل مال، وعدوا الناس خلال 10 ايام يجيبوا كهرباء. بعده بجيب لك بطريقه جديده 4 ساعات كهرباء، بتضيع 4 ساعات كهرباء وبوجهن 10 ساعات كهرباء. وين العداله الاجتماعيه بهذا الموضوع؟ وين المساواه؟ نحن نفقد وطن. ونحن بعد انا قلت لهم يا من سنه للشباب نحن رايحين للدولار 150,000 لحتى يصير في تثبيت ويعادل ال 15 مليون ال 10 دولار. وين عم تحكي؟ ما عنا حل الا الامم المتحده تعتبرنا لاجئين وتعطينا مقومات الحياه يلي عايش فيها اللاجئ بهذا البلد بحياه كريمه. نحن رزقهم رزق الاجنبي على الله ورزقنا على الله. السوري خينا بالبلد وحبيبنا وعيوننا ومنحطه بعيوننا، ولكن اذا انت بالبيت امك عندها ولدين ميزت ولد عن ولد شو بصير؟ شو بصير؟ بدون يكرهوا بعض اخذيننا ليصير في كره بين الاخوه بالعالم العربي الواحد. يعني انا اليوم لما بشوف السوري معه 100 دولار وانا معي دولار، ابنه بالمدرسه وابني مش بالمدرسه، شو عم تاخذني؟ لو انا عم تاخذني عم بقول لك امك اذا بتفرق بين ولدين بصير في تفرقه بالبيت. لذلك الامر نطالب الامم المتحده للمره الثانيه اعتبار 3 مليون انسان يحملون الهويه اللبنانيه لاجئين في وطنهم، اقلها نقدر نفوت على المستشفى بدون واسطه 75% وبعين الله 25%، اقلها بتقدر تفوت على السوبر ماركت معك وراء بتجيب حقك فيهم، بس ما في اكثر من هيك. اما عم تحكي مع عميان وطرشان وزاره، اما لا لا هون احنا عم نحكي للناس ما عم نحكي للوزراء. مين في وزراء بالبلد؟ بدك اي وزراء بالبلد؟ اذا ما طالبنا واذا ما رفع السقف والامم المتحده اعتبرتنا لاجئين رغم انه هلا هن ملتهيين باوروبا الشرقيه، اذا ما اعتبرونا لاجئين بهالبلد نحن رايحين للفدراليه. المشروع الذي يخطط لتقسيم بيروت هو تقسيم للمنطقه العربيه باكملها، أو يريدون بيروت ولبنان ضاحية العدو الإسرائيلي الفقيرة. شكرا لك أبو بكر. أحد فعاليات منطقة طريق الجديدة طبعا تطرق إلى مواضيع مهمة جدا على كل المستويات وعلى كل الصعد. كان قد سرب أمس أو قبل أيام النائب وليد جملاط موضوع عدم وجود لبنان على الخارطة الدولية وأن لبنان ليس ملحوظا من قبل الدول الكبرى ولا الدول العظمى ولا الدول التي لديها السيادة والقرار. تفضل. ياي سكوا العرس، صلى على النبي، حاطة بقلبي بدي احكيها. ياي سكوا على طول، ما يسكروها ساعة وساعتين بيرجع بيفتحوها. النواب ما بيسمعوا شيء. إذا بيسكروها على طول ما بيفتحوا الشوارع ويروحوا بكير يسكروا الشوارع حتى ما حدا ينزل على بيوتهم، ساعتها في حدا، بس إنما هيك سكروها ساعة ساعتين وثلاثة ويرجعوا بيفتحوها كانوا ما عملوا شيء ولا غلط عم نحكي. هيدا هو. شكرا لك عمي، عم تحكي صح. إذا الطريق لا تزال مقطوعة هنا على كورنيش المزرعة. سمعنا كثيرا من رشقات الرصاص والأعيرة النارية أطلقت في الهواء. سألنا مصدرا أمنيا رفيعا عن هذا الموضوع فكان الجواب بأن التحقيق في الأمر لا يزال جاريا حول أصوات الرصاص. هذه المتاجر المشهورة على كورنيش المزرعة أغلقت بدعوة من المعتصمين في الشارع. منهم من استجاب مباشرة للمعتصمين ومنهم من تلاسن مع المعتصمين ورفض الأمر. للأسف نحن نقف
في منطقة كورنيش المزرعة، وعم قول للأسف لأنه أشار ضيفي منذ قليل إلى أنه نحن واقفين على بمنطقة وحدة ولكن بمحورين، محور طريق الجديدة ومحور بربور. طبعا محور طريق الجديدة محسوب على تيار المستقبل الذي بات شبه منحل بعد توقف رئيسه عن النشاط السياسي بشكل كامل، والمحور الآخر هو محور حركة أمل. لما لحركة أمل من وجود في منطقة بربور باعتبار أن بيت رئيس البرلمان وهو رئيس حركة أمل أيضا الأساس في بيروت هو في منطقة بربور؟ فقال ضيفي بأنه أبناء هالمحورين إذا نزلوا فعلا مع بعض لا يمكن لأي قوة بأنه تقمعهم، إنما إذا نزل محور واحد فقد يقمع من السلطة، لأن التكاتف غير موجود، ولأن عباءة الوطن لم تلبس بعد، إنما هي عباءات حزبية يلبسها أبناء الوطن. إذن هنا جامع عبد الناصر، وهنا المدخل إلى بربور على اليمين. أما على اليسار فالمدخل إلى منطقة طريق الجديدة، وللأسف هذا التمترس السياسي يرافقه لا يزال حتى هذه اللحظة تمترس شكلي، عليكم السلام، تمترس شكلي بين المنطقتين. الجيش ينتشر بسرعة البرق عندما يتلقى المعلومات من استخباراته بأن هناك تحركا في كورنيش المزرعة أو من قبل أبناء طريق الجديدة، وذلك تفاديا لحدوث أي حساسية بين الشارعين، الشارع المؤيد لحركة أمل والشارع المؤيد لسعد الحريري، علما أن الرجلين، علما أن سعد الحريري ونبيه بري على علاقة أكثر من ممتازة، ولكن هذا هو حال البلد في لبنان، حال التقسيم السياسي والطوائفي في لبنان والطائفي أيضا. الزعماء يتصالحون ويتمالحون ويتحاصصون، إلا أن التابعين لهؤلاء الزعماء لا يزالون على انقساماتهم التي رسمها التي رسمها لها السياسيون. لا حدود بين الزعماء، زعماء الطوائف، إنما الحدود هي ما رسمها هؤلاء الزعماء للتابعين لهم، كي لا يحلموا يوما ما بالتكاتف والانتفاضة عليهم بشكل كامل. حصلت تجربة في 17 من تشرين، الأول أكتوبر عام 2019، لكن هذه التجربة طبعا قمعت من الداخل، وهذا الأمر بات معروفا. وأيضا تفتتت المجموعات التي عجزت أن تتوحد لإرساء قيادة واحدة، وطبعا الخبراء يقولون عن هذا الموضوع أن التوحد في إنشاء جبهة معارضة واحدة يحتاج إلى سنوات
ويحتاج إلى جهود على غرار ما حصل في أوروبا في القرن الماضي. أمر إنشاء جبهة معارضة واحدة أمر ليس في غاية السهولة. إذن الطريق لا تزال مقطوعة، هنا على كورنيش المزرعة جامع عبد الناصر، على اليسار منطقة بربور التي تؤدي منافذها إلى منطقة برج أبي حيدر، وعلى اليمين زاروب التمليس المؤدي إلى طريق الجديدة. وأما المسار المباشر يؤدي إلى البربير ثم إلى المحكمة العسكرية ثم إلى المتحف. إذن هذا هو المشهد في منطقة كورنيش المزرعة. طبعا هناك دعوات للتحركات من كل المناطق اللبنانية، هناك دعوات للعصيان المدني، وهو ما يعني تخلف المواطنين عن دفع الفواتير للدولة اللبنانية ودفع العائدات. إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال ومشاهدي بيروت سيتي، كنا معكم في تغطية هذا الحدث، حدث قطع الطريق في منطقة كورنيش المزرعة المحاطة بمنطقة بربور، وهذه المنطقة طبعا محسوبة على حركة أمل، والمحاطة أيضا بمنطقة طريق الجديدة المحسوبة على تيار المستقبل شبه المنحل بسبب توقف رئيسه وزعيمه عن النشاط السياسي منذ زمن. طبعا هذا المشهد من المتوقع أن نرى مثله كثيرا، خصوصا بعد توجيه كثير من الدعوات عبر مجموعات الواتساب، إلا أنه لم ينضج بعد بشكل كامل رغم وصول سعر صرف الدولار إلى أكثر من 140 ألف ليرة في السوق السوداء. نحن سنواكبكم بكل جديد على صعيد قطع الطرقات وعلى غير صعيد بإذن الله تعالى. كونوا معنا ووافونا، سنوافيكم بكل جديد بإذن الله تعالى.